احتفلت محافظة سوهاج باستقبال المسرح العائم الذي بدأ يطوف بلدان الوجه القبلي، والذي أعدته وزارة الثقافة والإرشاد القومي لنشر الفنون الشعبية والترفيه عن أهالي الصعيد وبلدانه النائية التي حرمت من مشاهدة ما يتمتع به أهالي العواصم والمدن من وسائل الترفيه. ووصل المسرح العائم إلى المرسى بين حفاوة أهالي سوهاج. وقد شهد برامج المسرح العائم السيد عبد الحميد خيرت محافظ سوهاج، والسيد عبد الخالق ثروت عضو مجلس إدارة مؤسسة المسرح، والسيد صلاح سيف النصر مدير المسرح بوزارة الثقافة والإرشاد. وعرضت فرقة الفنانة نيلي مظلوم التي تتكون من 28 فنانا وفنانة بعض فنوننا ورقصاتنا وغنائنا الشعبي على أهالي سوهاج من الفلاحين والعمال والموظفين. وهكذا بدأت وزارة الثقافة والإرشاد عد قوافل الثقافة والمسرح العائم لتنشر في ريف مصر وصعيده الوعي الفني. ¶¶